الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. حسام التنسية الدبال ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم إن شاء الله دبا أسل صالس قمت هاقيت من أسول لن تعبطى معنا وتمعرفت يبديد تمعرفتنا ديننا تهاقينا وحتى معرفتنا ناي ربينا تهاقينا وحر معرفتنا نبينا ناي ديننا ربينا وناي ديننا ويوم معرفتنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مؤلف بلا الأصل الثالث ما عرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المنطلب بني هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم كم سلموتو عليه الصلاة والسلام 63 سنة على عمرنا، من إلا 63 40 سنة لن قدم نبوة، و 23 ثلاثة وعشرون أو ثلاثة وعشرة عامة يعني نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول أنتو لناس أينتو، يعني نبي إبا يعني وإقرأ إبا نبي قبا و بمدسر هياني رسول قبا، يعني أول ما إقرأ بلا معناها نبأوا يعني بلا تنبأ، و بالمدثر يعني أرسل النبي لو أرسل بإقرأ نبأ بإقرأ وأرسل بالمدثر. إقرأ سورة إقرأ تلقى إليه قواكين إقرأ باسم ربك، وسورة المدثر يا أيها المدثر، وبلد ذهب العلاء مكة وسك مدينة هاجرة. ورب العالمين يعني بإنذار بمدنقاق بمدقاق من شرك ننقف بلا كيوتو، ودي بتوحيد لدعوات لنا يوحد وبتوحيدنا رب العالمين بطلاكا، والله سبحانه وتعالى بتوحيد كلفيو الله سبحانه وتعالى إنذارنا شرك منه قلنا إنذارنا بلا كيو، والله سبحانه وتعالى لبل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فأهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. اللي مسليهما يعني رسول صلى الله عليه وسلم يعني ده لدليل يعني والزجر هو فأهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، ومعنى قم فأنذر يعني لعباد كالوم أنذر من الشرك، ودي بتوحيد دع يوم سك توحيد لاك يوم ومن الشرك أنقفهم، وربك فكبر بيلي ربك عظمه ربك جلله وربك تعظيم الأستاهل بتوحيد، وثيابك فطهر بيلي كمان يعني الأعمال لنايك من الشرك طهر إليه، والرجز فأهجر قال له الرجز يعني قال له يعني الرجز يعني قال له أسنامته لأسنام هجر بيليه وترك بيليه وتبرأ منا بيليه وتعبد بيليه. الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشرة عرج به إلى السماء. 10 سنة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنة كلا بس لا إله إلا الله وحد والله عند البلد بتودي بتوحيد، يعني عند الدعاء ودي بتوحيد عند الاتلاك ودي بتوحيد عند وجه وتوحيد وربو وحد عند البل دي بنس أيا ومن نشرك عند الأنذر وحقوها، ولا 10 سنة سكلا سماوات يعني إسراء قبل أقوله وإعراج قبل أقوله يعني وبيت المقدس قصة الإسراء والمعراج للا ساعة معا من تمتا، و دي بالوقت اللي هيني لصلوات فرض الديب عليه الصلاة والسلام لصلوات الخمسة حقوما دي بمعراج ننتو لحمس لصلوات فرض
وثلاث سنوات دي سنين او ثلاث سنوات قبل حقومة فرادات حقومة يعني بإعراج جيسا النبي صلى الله عليه وسلم على جعب ديبا من مكة. ولا حادثتنا الإعراج والإسراء والمعراج حقوها ثلاث سنوات لصلوات حقوات فرادية وعشر سنوات دي بتوحيد حقوة نتاق على ولا ثلاث سنوات دي بمكة صليا وحقوها سك مدينة رب العالمين أزلنا أقوله وسك مدينة ميتو كمان هاجرة ودي المدينة ديبا صلى الله عليه وسلم دي بكم سلموا تنأمر ودي بكم سعاد حياة تنأمر ودي مدينة 13 سنة لأن الناس وعشر سنة دي ما كان ناس عند دي بتوحيد عند الدعية وعشر ثلاث سنة حق ولا توحيد أول ما أردتو ولا عشر ثلاث سنة كل دي مدينة للا قبعية دي هجرة ميتة بيننا من قبي الهجرة هيني يعني مقعدة من أكان من بلد ناشرب دي بلدنا إسلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم من مكة سك مدينة قعدوا من مكة سك مدينة رحلوا من مسينا من مكة سك مدينة هجرة تبيلوا هجرة عمبل هنا كلنا نأمر ميت الهجرة من أكان دي بأكان لمقعد من بلدنا يشرك ومن بلدنا يكفر منه دي بلدنا إسلام قياس مالته والهجرة هيني يعني فريدت على دبل أمتنا النبي صلى الله عليه وسلم من بلد من بلد شرك سكل بلد ده إسلام وتهليت سك يوم يعني قيامة جدت قلت بقته ودليل يعني بهلا من رب العالمين إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. يعني الهجرة فريدة بين دي بمت النبي صلى الله عليه وسلم وراء الهاجر من بلد كفر من بلد شرك سك بلد إسلام دي بدينه ودي بأروحته يعني أمن من قبي وفتنة فرها من قبي قل الهاجر خيرته والله الليت بيلو وكم سليهما لبل الله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يعني مدر رب اللي قلت عباد دي بريد قدر دي بعبادات كي تعباد دي بلو مدر بهالك من قبي وحيلت ألبك ودي بدين كفرهك دي بروحت كفرهك لردنا رب العالمين واسعدت لكان رب لا تعبد ديبا أبو حريتك اللي بقى تبتاح اللي جائزته وواجبته وفريدته. والآيات اللي ديبا إمام البقوي رحمه الله تعالى لبل ديبا سبب نزول لنايا سبب رب لا تكريت الآيات اللي لبل هذه الآية يعني دي بالمسلمين دي بمكة العلو ولا يهاجروا ناضاهم الله يعني ربط لك يوم بس ميت إيمان ولا دليل إلى يعني ولا دليل هي يعني على قل هجرات ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تها قديبه ولا آيات إلا لا قرر عنا إلا مسبلة دي بمكة العلو كم سلي هاجروا وقل هاجروا بدينهم دي بقى كان رب العبد دي بقى ولد إسلام ودي ولد خير دي مدينة رب العالمين فرضي دي بوم وصحة الأقلوم أسكى قيسوا معناته وده يعني من الناس سنة كمان رسول الله عليه وسلم لبل لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. استقمى تو يعني هجرة تنقطع نبيلة هجرة تنقطع نهليت طوالي ولا ما توبتي تنقطع نهاي اسك ما لا تحاي من نمو ودا قد فقر بدل من نمو فقرت فقر طبعا من نمو ودا قد فقر حاي حق ومن نمو ودا قد فقرت من قبي معناها ليوم القيامة وحق الله وقت اللي هيني توبة ألبو وهجرة ألبو ومعناها دو دي بلا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بدوح مشاكل
من بلد كفار دي بلد اسلام متهاجر ومن مدر يعني لا عندنا انت ومدرن انت دعوات كفو وكل جلابه دعوات كفو تحملا وكفو جلابه دعوات وجلابه دين وجلابه توحيد جلابه عقيده مدر حدقا وعدل حدقا وقيس النبي صلى الله عليه وسلم. حديث نذكر من حديثنا دعاء لسني الرسول صلى الله عليه وسلم للدعية على دي بالله جرت اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علي فأضل. يعني بدوح أشياء أهليت يعني لأقل هجرات والأقسام لتتهاجد يبا لكن حنا التاء لا قلنا تحزي ديبا ليتا تهاجينا وديبا بطرنا هذا إن شاء الله كمان تتمتي حلقة قلنا واصلتو وصلى الله وسلم على نبينا محمد.